العاصمة الاقتصادية. انفراد جديد على قناة العاصمة الاقتصادية وبوصلة المستثمرين العقارية. بالنسبة لمشروعنا سلام إن شاء الله هو مشروع وطني، مشروع اجتماعي، مشروع استثماري، والحمد لله والشكر تفوقنا من خلال الثلاث سنوات الماضية وكان له نتائج جدا إيجابية الحمد لله والشكر. والآن أتينا هنا سيتيسكيب كون أنه منطلق لجميع الأقطاب ولجميع الشرائح من الناس بأن تتوافد للمعرض هذا، وكذلك احنا السكترز اللي هو شرائح المواطنين، لانه هو مشروع فقط للمواطنين متواجد انها ما شاء الله، فنحب انهم يشوفون نتائج نجاحنا الحمد لله المتكرر، ويشوفون كذلك العروض الجديده، لانه دائما احنا نفتح احواض جديده للعملاء الكرام. شو وجدتوا اختلاف بالنسبه للفعاليات للحضور سيتيسكيب 2014 عن سيتيسكيب السنه الماضيه؟ والله استاذه اكيد راح يكون في اختلاف الحمد لله والشكر. اهتمام ابو ظبي في موضوع المعارض وموضوع التسويق الاستراتيجي باين يعني، والحمد لله والشكر ارتئي انه في اهتمام واداره وتنظيم افضل بكثير. يعني انا في العام اللي فات كنت في احد المعارض، فالحمد لله كان مقبول بالنسبه لي، ولكن السنه هذه ارتئي ما شاء الله يعني في تقدم الحوض، فاشوفه يعني انه ان شاء الله يعني في تفاؤل كبير، يعني خصوصا بدايه من ساعه تقريبا بدا المعرض اشوف ما شاء الله في توافد كثير من العملاء الكرام. يعني العاصمة الاقتصادية.